اليوم تعلمت فوائد تربية الماعز، لا يفوتكم، تابعوا هذه اللقطات. كسر كل الحواجز اليوم مشعل العويضة، وش سوى؟ يعني انتم تعرفون للأسف الشديد وللأسف وللأسف بعض الشباب طاحوا في تربية الكلاب، ونحن نعرف شرعا لا يجوز. لا تخاف علي، ما حياكل. لا 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 يجوز شرعا تربية الكلاب، اتفقنا؟ انت كان عندك قناعة سابقا انك تربي كلب، صح؟ كنت اقنع ابوي اني ابي كلب وكلاب، عشان قاعد احاول اقنعه، وابوي قال لي انه ما يصلح تربية الكلاب، نجس. طيب مشعل بعد ذلك جلس وتحاور مع والده الله يحفظه ابو سلمان، واقتنع بالاخير انه يربي ماذا؟ ماعز. بالبداية تحس بتعب وكذا، وبعد ما تعود علي صرت نلعب. اي، وصرت اعرف ايش احتياجاته. كنت بحديقة عامة، كنت أمشي الماعز معي، قالوا لي ما شاء الله عليك بعض الناس يشيلون كلاب والأشياء النجسة ويمشيهم هنا وانت تمشي ماعز، جزاك الله خير. يقولوا لي يا سلام. وعلى فكرة ترى هذا ما يكبر، يعني يصير ماعز قزم زي كذا كبره بس. هذه معلومة والله أول مرة أدري، يقولك ما يكبر هذا الماعز. إيش استفدت من تربية الماعز؟ يعني استفدت، يعني مثلا أنت عندك تجربات كثير بالحياة. أحسنت، ممتاز. فبعض التجربات تكون مثلا حلوة، بعض التجربات يعني شوي تعبت فيها. كل إنسان يجرب، مثلا أنا الحين جربت أني أربي ماعز وكان حلو. يعني مش عارف تحمل مسؤولية القيادة، التربية، كل شيء فيها رجولة، ما شاء الله مش عارف رجولة فيها رجولة. هذه فيها الرحمة، قضية الرحمة مهمة. إيش الرحمة؟ إنك تعطف عليها وترعاها وتكرمها وتعطيها من البرسيم، ويعطيها ما شاء الله ما تدلع، ما فيها تعطيها برجر ولا شيء. لا.